السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نقوم بإتمام الموضوع الذي شرحنا فيه كيف نقوم بإنشاء صفحة على الفيسبوك. كذلك شرحنا كيف في الحلقة الثانية قمنا بشرح كيف نقوم بإضافة لوجو أو كوفر خاص بالصفحة على الفيسبوك، وكذلك الصورة المصغرة. اليوم إن شاء الله سوف نشرح إعدادات وكذلك ملء المعلومات المتعلقة بالصفحة. خاصة بنا على الفيسبوك. كما العادة قبل أن نقوم بشرح التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة. غير نتوجه إلى صفحتنا على الفيسبوك، سوف نجد هنا مجموعة من الإعدادات، من بينها سوف تجد هذا السطر الذي تواجد في الأعلى. سوف تجد هنا الصفحة، تجد هنا بريد الوريد، كذلك هنا سوف تجد هنا بالنسبة للرسائل التي سوف تتلقاها على الصفحة. على سبيل المثال سوف نقوم بفتح هذه الصفحة. هذه الصفحة يمكنك أن تصلك جميع الرسائل التي يتم إرسالها لك من طرف المعجبين. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بعملية الرد على الرسائل التي يتم إرسالها لك من طرف هؤلاء الأشخاص للإجابة عن تساؤلاتهم، وكذلك مجموعة من التفاصيل الأخرى. كذلك هنا موارد والأدوات. على سبيل المثال فأنا لم أتلقى أي رسالة لأن هذه الصفحة صفحة تجريبية فقط. هنا سوف تجد موارد الأدوات والأدوات، سوف نقوم بالدخول إليها أيضا. سوف تجد هنا مجموعة من الإعدادات المتعلقة بهذه الصفحة، كما تلاحظون سوف تجدونها بهذا الشكل. هنا مجموعة من الأشياء التي كما قلت لكم، هنا يمكنك استخدام بطاقة هدايا وغيرها من التفاصيل الأخرى. هذا الشيء لا يهمنا. المهم كما قلت لكم، إذا كنت تريد إتمام وكذلك ملء المعلومات المتعلقة بالصفحة، يجب عليك أن تقوم إدارة الوظائف. كذلك هنا الإشعارات، هنا المزيد يمكنك أن تجد مجموعة من المعلومات الأخرى، مثلا هنا الرؤية وكذلك أدوات النشر، مركز إعلان، جودة الصفحة. هنا سوف نذهب إلى التعديل على معلومات الصفحة، سوف نقوم بالدخول إليها. هذه المعلومات المتعلقة بالصفحة، يعني يجب أن تقوم بوضع معلومات متناسبة مع الموقع الويب الخاص بك. إذا كان لديك موقع ويب أو تريد أن تقوم بإنشاء صفحة خاصة بك وتريد أن تقوم بملئها كما قلت بمعلومات مناسبة، كما تلاحظون سوف تجدون مجموعة من الإعدادات أيضا هنا عامة، كذلك معلومات الصفحة. هذا وما يهمنا في هذه الحلقة كما قلت لكم. سوف تقوم بوضع وصف، تقوم بوضع وصف موجز حول الصفحة الخاصة بك. على سبيل المثال أنا هذه الصفحة أريد أن أقوم كما قلت فهي متناسبة مع الموقع الخاص بي، أو أريد أن أقوم بارتباطها بالموقع الخاص بي. على سبيل المثال هنا سوف تقوم بوضع وصف قصير، مثلا سوف تقوم بوصف فيه الخدمات التي سوف تقدمها على الصفحة والأشياء التي سوف تقوم بإضافتها على الصفحة. على سبيل المثال أنا سوف أقوم بإضافة هذه المدونة التعليمية تشرح معلومات حول معلوميات بلوجر الجديد، تقوم بعملية حفظ التغيير. كذلك يعطيك هنا هذه الصورة، يعني يجب عليك أن تقوم بملء المعلومات المناسبة. أكمل قسم حول حتى يتمكن الأشخاص من العثور على صفحتك بسهولة أكبر. هذه المعلومات فهي من الأشياء الضرورية على صفحات الفيسبوك. هنا بالنسبة للفئة يمكنك إضافة فئات أخرى، على سبيل المثال هنا فقط قم بكتابة حرف الأول وسوف يتم إدراج مجموعة من الأشياء، مثلا متجر ملابس، متجر كذلك أو غيرها، مواقع التجارة الإلكترونية على سبيل المثال. هنا مجموعة من الأشياء التي يمكنك أن تقوم بإضافتها، بعدك تقوم بعملية حفظ الإعدادات. نفس الشيء كما تلاحظون معي، تأتي هنا إلى معلومات إضافية، يمكنك أن تقوم بكتابة أي شيء. على سبيل المثال سوف تقوم بكتابة هنا صفحتنا
تهتم مثلا. بكل ما هو جديد مدونة تعليم أو غيرها. مهم أن تقوم بكتابة الأشياء التي تريد. على سبيل المثال أنا فقط أريد أن أقوم بشرح لكم هذه التفاصيل حتى تفهمون هذه الأمور وتقومون به هنا. فالعملية بسيطة، يمكنك إضافة رقم الهاتف الخاص بك. مثلا نحن في المغرب، على سبيل المثال تقوم بإضافة الرقم الهاتف الخاص بك مثلا 023. على سبيل المثال المهم أنت لك الحرية في الاختيار. تختار هنا الكابيتال الخاص بك، مثلا نحن في المغرب زائد 112. على سبيل المثال أنت لك الحرية في الاختيار. يمكنك أن تقوم بالبحث هنا على الكابيتال الخاص بالدولة الخاص بك كما تلاحظون هنا. تقوم بإضافة إذا كنت تريد أن تقوم بإضافة رقم آخر هنا. إذا كنت تريد عدم إضافته تنقر على هذا الخيار ثم تنقر على حفظ. إذا كنت تريد أن تقوم بإضافة الرقم الهاتف يمكنك أن تقوم بإضافته وكذلك تقوم بعملية الحفظ. نأتي الآن إلى الخيار التالي وهو موقع الويب. على سبيل المثال أن هذه المدونة التجريبية نريد أن نقوم بإضافة الرابط الخاص بها. نذهب إلى الإعداد عرض المدونة ونقوم باختيار كوبي لينك أدريس على سبيل المثال، ثم تقوم بإضافته هنا بهذا الشكل. إذا كنت تريد أن تقوم بعدم إظهاره يمكنك اختيار هذا الخيار. إذا كنت تريد إظهاره يمكنك اختيار هذا الخيار. على سبيل المثال سوف نقوم بعملية الحفظ للتأكيد فقط. فيجب أن يكون الموقع غير محظور من طرف الفيسبوك حتى لا يتم قبوله. إذا كان الموقع محظور فلن يتم قبوله. هنا البريد الإلكتروني من أجل أن يتم مراسلتك من طرف الأشخاص. على سبيل المثال سوف نعطيه مثلا، سوف أقوم بكتابة جيميل كيفما كان. على سبيل المثال يمكنك إظهاره ويمكنك إخفاءه على سبيل المثال، ثم تنقل على عملية حفظ الإعدادات أو حفظ التغييرات. كذلك هو يعطيك معلومات أخي الكريم. إذا كنت تريد أن تقوم بقراءة هذه المعلومات يمكنك قراءتها بتمعن كما قلت، وبذلك يمكنك أن تقوم بإضافة التغييرات المناسبة. هنا بالنسبة للعنوان وكذلك المدينة، هنا بالنسبة للعنوان الشارع هنا المدينة مثلا أكادير. على سبيل المثال هنا الرمز البريدي. على سبيل المثال هنا تقوم بكتابة الشارع وكذلك أفي مثلا. على سبيل المثال أنت لك الحرية في الاختيار وتقوم بعملية البحث عن المنطقة التي أنت منها، ثم تقوم بعملية حفظ الإعدادات على سبيل المثال. المهم أنت لك الحرية في الاختيار كما قلت. بالنسبة هنا للمنطقة والخدمة مثلا أكادير، أنا سوف أقوم بكتابة أكادير ثم نقوم بعملية حفظ الإعدادات. أنت سوف تقوم بوضع المدينة التي أنت منها. هنا بالنسبة لهذه هذا من أهم الأشياء التي يجب عليك أن تقوم بضبطه على الصفحة الخاصة بك. على سبيل المثال الساعات، بالنسبة لي أنا يفتح في ساعات محددة، مفتوح دائما. أنت لك الحرية في الاختيار. على سبيل المثال فأنت دائما متواجد على صفحتك على الفيسبوك ويمكن اختيار هذا الاختيار مفتوح دائما. أما إذا كنت لديك توقيت معين تقوم بفتح فيه فيسبوك يمكنك أن تختار هذا الخيار ثم تقوم بتحديد الوقت وكذلك الأيام التي أنت متواجد على الفيسبوك. على سبيل المثال سوف أقوم بكتابة مفتوح دائما ثم أقوم بنقر على حفظ الإعدادات أو التغييرات. تغييرات المواقيت على خدمات. على سبيل المثال يعملك المعتاد مغلق ومؤقت مفتوح مع إجراء تغييرات. على سبيل المثال أنت تقوم باختيار اختيارات أنت
ترى هنا تختار مفتوح خدمات على الانترنت على سبيل المثال، سوف أقوم بعملية التغيير، حفظ التغيير أو حفظ الإعدادات. نأتي هنا إلى المزيد، جهة التحرير تعدل تقوم بكتابة أي شيء. هنا يقول لك هذا حق اختياري في بعض البلدان مثل النمسا وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى. هنا المنتوجات يعني الاهتمامات الخاصة بالصفحة، مثلا خدمات الويب، الربح، الانترنت. المهم انت لك الحرية في الاختيار، انا فقط اقوم بعملية كما قلت إضافة بعض الأشياء. هنا سياسة الخصوصية، يعني تذهب إلى الموقع الويب الخاص بك على سبيل المثال، ثم تقوم بجلب سياسة الخصوصية المتعلقة بالموقع الخاص بك. فشرحنا في حلقات سابقة كيف نقوم بإنشاء صفحة اتصل بنا وكذلك سياسة الخصوصية وغيرها. تقوم بإضافة الرابط هنا كما يقول لك، يرجى التأكيد أن الروابط تبدأ بالـ HTTPS وكذلك الـ HTTP، ثم تقوم بحفظ الإعدادات. هنا معلومات إضافية، صفحتنا تهتم بكل ما هو جديد، مدونة تعليمية تجريب وغيرها من التفاصيل. هذه هي الطريقة إخواني الكرام، فهي بسيطة جدا لتقوم بملء المعلومات المتعلقة بالصفحة. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذه الحلقة، أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.